صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح تعريف الرجاء بأنه ثقة العبد بجود الله تعالى مع الأخذ بالأسباب كما ورد عندنا في كتاب التوحيد المدرسي؟ نعم، الرجاء المحمود هو الرجاء في ثواب الله وفضله وإحسانه مع بذل الأسباب. لا تعتمد على الرجاء فقط تعدل وتعطل السبب، هذا هو الرجاء المحمود. أما الرجاء المذموم فهو الرجاء بدون فعل الأسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا؟ وكذلك من الرجاء المحمود، من الرجاء المحمود ألا تأمن من مكر الله، ترجو الله وتخاف، يعني تجمع بين الخوف والرجاء، فلا ترجو رجاء مطلقا لا خوف معه، هذا رجاء مذموم. نعم.